قرآن گورترین معجزه خوده بو همو مراوهتی راعت کرم فرده خیابان بو بینا یاری گیزو انیشون بو بینا اخوه نیگوره قطف باسه های دست خوش کرم او دیاری جوانشون بو بینا ما قرآن اخوه نیگوره عبدالباسد جویلی بگره دلیم با دلتا بی باگو دنش خوشا بله کرم جویلی بگره دلیم با دلتا بی دست خوش یا دنگی من صاحب عبدالباسد زور خوشه اینوش این خیلی پیاری نزنده موچه چونه بس مگل دوکانه که الواسره ها حتی اون دموچه بینیم تو بینی تا؟ بله کورم بینیم ادام نیکرم سیری کن؟ بله تو هم چی ببینی؟ دنیا یا تو هم چی ببینیم؟ بله کورم بی توی ماما علی به دوست که آگاری با گوشیتی که عبدالباسطی با کریم زو حزق میبینم همون شیخی پیا بینم نم رسمانه اتی اتی عبدالباسط اما عبدالباسط
اوج رفرقه دس خوف سرت صح السلام ورحمة الله السلام عليكم وإذا الجبال سيرت على أفضل مرحب أنا ما أقول زوركم داوك عبد الباسط داركة قال هو البي باشتي شبي وإذا البحار سجرت وإذا النفوس رأيت روحا شم تصدى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أخوكم رعد بن محمد بن عبد الرحمن بن صالح الكردي حيث نشأت وترعرعت في مدينة كركوك وأكملت الدراسة الابتدائية ثم الثانوية ثم معهد الأئمة والخطباء طبعا كما شاهدتم في المقطع التمثيلي القصير وهذا المقطع كان يتحدث عن زمن يوم ما كنت صغير كيف بديت وكيف سمعت صوت الشيخ عبد الباسط الله يغفر له ويرحمه وكيف حبيت القراية المصرية بعد سماعي لصوت الشيخ فالمقطع هذا كان ينقل لكم هالأحداث وهالأجواء وأزيد عليه شوي طبعا أنا كنت محب للقرآن وكنت محب للقراء وأكثر شيء كنت يعني أقرأ القرآن في البيت في المجالس وأيضا في المدرسة يعني أذكر لما كنت في الابتدائية عام 99 و2000 أذكر كنت أطلع كل يوم خميس قدام الطلاب والمعلمين كنت أقرأ وكنت أقلد الشيخ عبد الباسط غيرها شاركت في كثير من المسابقات القرآنية واستمريت هكذا إلى 2007 إلى أن كلفت للإمامة في أحد مساجد المنطقة كنت أعيش فيها وكانت أول صلاة لي كإمام تحديدا في رمضان وفي عشر الأواخر وقتها كان عمري 16 سنة ودخلت تجربة جديدة اللي هي الإمامة وتجربة وخطوة مباركة أيضا أسأل الله القبول وأقدر أقول أيضا تجربة صعبة لأنك أول مرة تأمل مصلين يعني فالتجربة عليك جديدة هذه أذكر لما قدمت وقالوا لي روح صل فينا يعني أذكر كنت أرتجف من الخوف وكنت أرتجف من الرهبة اللي كانت موجودة فيني وأذكر أيضا كانت المسافة اللي موجودة اللي بيني وبين المحراب كان مسافة قصيرة جدا يعني قرابة 10 أمتار 15 متر يعني صارت المسافة هذه مسافة طويلة جدا من الخوف ورحت وقفت في المحراب ولما انكبرت سبحان الله مباشرة راح الخوف وبديت قريت سورة الفاتحة وأذكر قريت سورة الرعد بعد الفاتحة فهذه كانت أول صلاة لي كإمام أسأل الله أن يتقبلها مني
ويرفعني بها في الدنيا والآخرة. ثم بعدها بأشهر قليلة انتقلت إلى مسجد الشافعي في كركوك وفي نفس المنطقة، وذلك بطلب من الشيخ رمضان شكور الله يغفر له ويرحمه. الشيخ رمضان شكور توفي عام 2013، أسأل الله أن يتقبله من الشهداء. بطلبه رحت وانتقلت إلى مسجد الشافعي، وكنا نصلي معا، يعني أنا إذا صليت المغرب وكان يصلي العشاء، وكان صوته جميل جدا الله يرحمه يا رب، وعنده مقاطع قرآنية مسجلة في اليوتيوب، تكتبون شيخ رمضان شكور الكردي وتسمعون له. وهكذا استمريت للحين ولله الحمد والفضل، والآن تقريبا إمام في مسجدين أو ثلاثة مساجد، مسجد الإمام الشافعي في كركوك، ومسجد بهشت يعني الجنة في السليمانية، مسجد الشيخ الدكتور عبد اللطيف أحمد الله يحفظه ويطول بعمره على خير، وبعض الأحيان مسجد أحمد الحبائي في دبي. طبعا أنا كغيري من القراء المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة المصرية أو الجيل الذهبي إن صح التعبير، كمدرسة الشيخ عبد الباسط ومدرسة الشيخ محمد صديق المنشاوي ومدرسة الشيخ الحصري ومدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمود علي البنا وغيرهم من كبار القراء. فهؤلاء رحمهم الله كالمدارس لقراء المعاصرين، يعني أنا لا أعرف قارئا متقنا لأحكام التجويد ومتمكنا في الأداء الصوتي إلا وقد تأثر بأحد من هؤلاء المشايخ رحمهم الله. فهؤلاء تعتبر قراءتهم كمرجع في تعلم الأحكام، وأداؤهم وأصواتهم كمرجع في تعلم الأداء الصوتي أو النغمي. فأنا طبعا كنت متأثر بالشيخ عبد الباسط الدرجة الأولى، ثم الشيخ المنشاوي وغيرهم من كبار القراء، ولا زلت يعني أقلدهم. مثلا إذا أقلد الشيخ المنشاوي في الترتيل، في تغيير بسيط، يعني لما يحدث هذا التغيير مباشرة نقدر نقول حولنا القراءة إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فهذه القراية كانت كنت أقلد فيها الشيخ المنشاوي، في تغيير بسيط يتحول أو تتحول القراية هذه إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أما بالنسبة لقراء المعاصرين فأنا أستمع لكل صوت جميل ومؤثر وخاشع، لكن أنا ما عندي قارئ يعني أستمر عليه في الاستماع، بل عندي مقاطع بعض القراء، يعني مثلا أنك تسمع قارئ يقرأ سورة الفلانية ما شاء الله بطريقة خاشعة وطريقة جميلة جدا، فأنا يعني كما ذكرت قبل قليل ما عندي قارئ أستمر عليه في الاستماع، بل عندي التلاوات المختارة لهم والمقاطع الصوتية القصيرة لهم، وما شاء الله فيهم خير وبركة، وأسأل الله أن يحفظهم ويتقبل منا ومنهم يا رب. أما بالنسبة للمقامات صراحة أنا ما درستها لأني لا أراها عامل ضروري في قراءة القرآن، ونقدر نقول يعني تعلم المقامات وسيلة ثانوية تساعد القارئ أو المبتدئ على تحسين أدائه في قراءة القرآن، وكثير من قراء الكبار كانوا لا يعرفون اسم المقامات أو ما درسوها كدرس، ومثلا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تعلم المقامات لكن أخذها سماعا، والشيخ عبد الباسط كذلك ما قرأ بكل المقامات، ومع هذا يعني تجد قراءتهم قد عم الله بها العالم الإسلامي، وتجد قراءتهم مقبولة عند الناس، يعني كما ذكرت أعرفها معرفة مجملة، وهذه المعرفة جت من السماع، مثلا إذا أقرأ بالبيات أقرأ سورة الفاتحة بكل المقامات إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثلا إذا نقرأ مقام النهاوند: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كانت بمقام النهاوند. ومثلا إذا نجي على السيقة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصبا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونقرأ الآن الكرد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نقرأ مقام مثلا الحجاز: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه كانت حجاز والآن نقرأ الرست. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نقرأ العجم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأكثر قراءاتي أغلبها أقرأ بثلاث، تقريبا أقدر أقول مقامين أو ثلاث مقامات، اللي هو بالدرجة الأولى مقام البيات، وثم الكرد، ثم السيق. كما تعلمون إن من أعظم النعم أن يعطى الإنسان صوتا جميلا يتلو به كتاب الله ويحمد ويشكر الله على هذه النعمة لكي تدوم، ويسأل الله القبول. ولا شك ولا ريب أن الصوت الجميل والصوت الحسن هو هبة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، فليس للإنسان أي قدرة في اكتسابها. لكن نجي نقسم الناس بخصوص تحسين الصوت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم رزقهم الله صوتا جميلا، يعني أنك إذا تسمع لهم تسمع أصوات جميلة، ومع هذا يحسنون أداء الصوت، يحسنون الأداء النغمي، يعني ويعطون كل حرف ومد حقه من النغم. فهذا القسم أو هذه المرتبة أعلى مرتبة في الأداء الصوتي. والقسم الثاني أصوات جميلة، الأصل يعني فيهم أنهم أصحاب أصوات جميلة، لكن يخطئون في الأداء، أو ما يحسنون الأداء لهذا المقام مثلا، أو يسوون نشاز في الأداء النغمي أو الصوتي. طيب إيش الحل؟ الحل أنهم يستمعون لكبار القراء المتقنين أدائيا، يستمعون لكبار القراء المتقنين أدائيا، مثلا كيف وقف على هذا الحرف وكيف مد هذا المد، يستمع لهم لكي يتعلم منهم الأداء الصوتي أو النغمي. والقسم الثالث أصوات ليست بجميلة، لكن عندهم أذن سماعية والأذن عندهم سليمة، ويقدرون يميزون الخطأ عن الصواب والنشاز من عدم النشاز. فهذا القسم أو الصنف لمن يستمعون لقارئ، وهذا القارئ قد يخطئ خطأ نغميا أو أدائيا، مباشرة يعرفون أن هذا القارئ قد أخطأ، لأن أذن كما ذكرنا يعني سابقا، لأن أذن عندهم سليمة يقدرون يميزون أن هذا أخطأ ولا ما أخطأ.
لكن هؤلاء يستحيل أن يحسنوا أصواتهم لأن الهبة الإلهية ما موجودة فيهم اللي هي جمال الصوت. أما بخصوص تقليد القارئ لغيره من القراء ففيه تفصيل. إذا كان القارئ قارئا مبتدئا فلا بد أن يمر بهذه المرحلة اللي هي مرحلة التقليد. فأنا لا أعرف قارئا من القراء حتى من الكبار يعني ما مر بالمرحلة هذه. لا بد أنك تمر بمرحلة التقليد وحتى إذا مثلا استمرت مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو يمكن أكثر. فالقارئ المبتدئ يستحسن أن يستمع لكبار القراء ويتعلم منهم طريقة القراءة والأداء. وهذا التقليد يعني ما مذموم، لأن في البداية يعني لازم تقلد أحدا أو تقلد قارئا كبيرا لكي تتعلم طريقة القراءة، لكي تتعلم حتى أحكام التجويد يعني. أما ما بعد التقليد، مثلا أنك استمريت في التقليد مثلا خلينا نقول ثلاث سنوات، بعد هذا لابد أن يكون أو أن تكون لك طريقة مستقلة لكي تكون قارئا متميزا. يجب أن تكون لك طريقة مستقلة ما تقلد غيرك من القراء. والطريقة ما أقول وحيدة، يعني من 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 الأسباب اللي تجعلك أو تكون سبب في أنك تختار الطريقة المستقلة لك هي أن يعني تستمع لعدة قراء، تستمع لعدة قراء وتختار من كل قارئ طريقة. هذا مثلا استمع للشيخ عبد الباسط يقرأ مقام مثلا خلينا نقول الحجاز استمع له، واستمع للشيخ محمد صديق المنشاوي مقام ثاني غير اللي كنت استمع له للشيخ عبد الباسط، واستمع مثلا للشيخ مصطفى اسماعيل مقام ثالث يعني، وهكذا. واجي اجمع الاستماع هذا ويطلع لك او تطلع لك طريقه نقدر نقول مستقله وهكذا. فالتقليد ما مذموم دائما، اما في البدايه فلازم تمر بالمرحله هذه، لكن ما بعد التقليد يجب أن تسعى لكي تكون لك طريقة مستقلة ولكي تكون قارئا ماهرا ومتميزا بعد توفيق الله. من أهم الأشياء اللي يحتاجها القارئ ليكون قارئا ماهرا ومتمكنا ومتميزا أن تسأل الله الإخلاص، وأن تنوي بقراءتك هذه وجه الله ورضا الله، وأن تسأله أن يبعد عنك وساوس الشيطان وأن يحفظك. بل يجب على القارئ وعلى الإنسان أن يخلص لله ويرجو رحمته وثوابه. وإذا كنت مخلصا كنت موفقا، وصارت قراءتك قراءة موفقة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تكون حافظا لكتاب الله، وأن تحدد وقتا للحفظ والمراجعة. ثالثا، أيضا من العوامل المهمة اللي يحتاجها القارئ أن تقرأ على شيخ، يعني بعد ما أنك أكملت الحفظ و أكملت أحكام التلاوة والتجويد، فلا بد أن تقرأ على شيخ الختمة الكاملة وتأخذ منه السند. أيضا من العوامل أن يكون لك صوت جميل، بل هو من أهم العوامل اللي يحتاجها القارئ، أن يكون لك صوت جميل
ويكون لك أداء جميل ومقبول. وهناك عوامل أخرى مهمة صراحة، بأن يكون لك الثقة بالنفس، يعني أنك تثق بنفسك بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومثلا وغيرها من العوامل طول النفس. وهناك عوامل أخرى أيضا مهمة، أن تكون لك طريقة مستقلة في القراءة، يعني أنك ما تقلد غيرك من القراء. لكن أساس كل هذه الأمور هو أن تسأل الله الإخلاص، وتسأله التوفيق بأن يوفقك في قراءتك وفي كل أمورك. أسأل الله أن يتقبل منا يا رب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.